البيضاء ظهر على قناة العربية وقال هنالك معلومات خاطئة، لا وجود لثلاث طوابق هو يتحدث في سجن صيدنايا، هم وصلوا إلى طابق واحد ولا تأكيدات حول ثلاث طوابق. ما المعلومات المتوفرة لديك وأين وصلت فرق البحث والإنقاذ؟ يعني من المعتقلين وأحدهم أيضا صديق لي وخرج على قناة العربية وهو اعتقل لعشر سنوات في المعتقل في بداية سجن صيدنايا، قال هناك طابقين تحت الأرض وليس طابق واحد، لذلك نحن ما نسمعه من المعتقلين شيء وما نراه على أرض الواقع شيء آخر، لذلك الأمر يحتاج من فرق البحث العمل بشكل جيد، ولكن نحن نركز بشكل كبير على سجن صيدنايا وننسى أن هناك أفرع أمنية في أقبية هذه الأفرع الأمنية وفي جهاليز تحتها هناك معتقلات. أيضا اليوم علمنا بأن هناك في كليات جامعية هناك طوابق تحت الأرض لا أحد يعلم ما هو موجود داخل هذه الكليات. أيضا هناك معتقلات للفرقة الرابعة، معتقلات للمخابرات الجوية، معتقلات للمخابرات العسكرية، يعني حجم المعتقلات في سوريا لا نعلم يعني كل هذه المعتقلات لماذا؟ هل الشعب السوري أصبح في هذه المعتقلات؟ هناك عدد كبير من المعتقلين نحن لا نعرف عنهم شيء، لذلك أقول ما نراه اليوم نحن نرى سجن صيدنايا لأنه معروف بالمسلخ البشري وجرت فيه إعدامات كثيرة، لكن ما لم نرى بأن هناك كل الأفرع الأمنية في دمشق أسفل هذه الأفرع وفي مدهانية السرية هناك معتقلات يعرفها من كان موجود فيها من معتقلين ومن كان يحرس هذه أيضا ومن كان يحرس هذه المعتقلات، وبالتالي أين ذهب؟ لا قلت لك أنا من كان يحرسها، المعتقل قد لا يعلم بهذه المعتقلات لأنه يقول معصوب العينين، لكن يعني وجهنا نداء تواصل معي شخص كان ضابط في أحد هذه المعتقلات وأعطى أحداثيات عن أحد المعتقلات في دمشق وقال كيف تدخل إليه، نأمل أن يتم الدخول إلي الآن وما أرسلنا لمن أرسلنا لهم هذه المعلومات. لذلك أقول الآن يعني نحن نشاهد سجن صيدنايا ويقال بأن هناك تحت الأرض، يعني قد يكون هناك تحت الأرض، نحن لم نبدأ هذه السجون، السجان الحقيقي والذي يعلم ماذا كان في هذه السجون مدير سجن صيدنايا بشار الأسد، ماهر الأسد، رؤساء الأجهزة الأمنية، هؤلاء أين هم الآن؟ يعني هو بشار الأسد علمنا طيب بأنه في روسيا. أين ذهبوا رؤساء الأجهزة الأمنية؟ وإذا كنا نتحدث عن رئيس الحكومة الموجود حاليا هو يسير الأعمال، وبالتالي هل تواصلتم مع رئيس الحكومة ربما؟ هل هذه الجهات الآن القيادة العسكرية إذا كانت لديك معلومات تواصلت مع رئيس الحكومة من أجل الوصول إلى من كان مسؤول عن هذه السجون واختصار الوقت؟ أنت في سوريا ضابط المخابرات يأمر الوزير، ضابط إذا كان الوزير غير مدعوم ضابط مخابرات يستطيع أن يأمر الوزير، أنت في سوريا، أنت وين؟ أين في سوريا بشار الأسد وسوريا حافظ الأسد؟ لذلك رئيس الحكومة لم تعد هنالك سوريا بشار ولا حافظ، الآن النظام سقط بشكل كامل، وبالتالي هي مرحلة البحث وإيجاد كل الطرق المناسبة وحتى غير المناسبة من أجل الوصول إلى هؤلاء المعتقلين. عبر نداء إلى الشرفاء، وأنا أقول لك بصراحة قناتي العربية والحدث مسموعتين بشكل كبير جدا في سوريا، بعدما بثت قناة العربية عن السجون وقناة الحدث عن السجون نحن تلقينا اتصالات كبيرة عن مراكز موجود فيها معتقلات، بعضها كان هناك يعني بعضها معلوم وبعضها لم يكن معلوم، لذلك الآن يجب على الجميع الآن مثلما تحررنا من نظام بشار الأسد أن نحرر هؤلاء المعتقلين. حتى اللحظة نحن نتحدث عن 20,000 معتقل خرجوا من السجون في سوريا، مئات آلاف المعتقلين والمخفين قسريا، نعلم بأن في سوريا أن هناك 105,000 سوري قتلوا في التعذيب في الفترة، أركز على الفترة ما بين شهر مايو أيار عام 2013 وما بين شهر نوفمبر عام 2015 قتلوا تحت التعذيب في معتقلات النظام التي كان يشرف عليها من؟ الحرس الثوري الإيراني، بعضهم قتل في أفران، بعضهم إعدامات مختلفة. لذلك أقول اليوم نحن أمام مرحلة مهمة جدا من تاريخ سوريا، يجب علينا يعني نوجه نداء عاجل للذين كانوا مسؤولين عن هذه السجون والمعتقلات، يا أخي تواصلوا بشكل سري مع الفرق القائمة من أجل يعني أخلاقيا أن تساعدوا بالإفراج عن المعتقلين الموجودين في أغلبية هذه الأفرع الأمنية. طيب من تم الإفراج عنهم الآن كيف تبدو حالتهم النفسية الصحية، عوائلهم، يعني ردود الأفعال إلى حد اللحظة؟ يعني سعادة، قمة السعادة، البعض يعني أنا أعلم شخص
كان يعني يعتقد ان والدته على قيد الحياه، وصل الى مدينته ورى ان والدته قد فارق الحياه. هناك اطفال لا يعلمون ان هؤلاء كانوا في عام واحد، خرج هؤلاء الشبان يعني الطفل بات عمره يعني 14 عاما. ايضا البعض كانت ارسلت الى ذويهم بانهم فارقوا الحياه واذا بهم على قيد الحياه. لذلك اقول شعور لا يوصف. هو شعور الفرح، هو بالتاكيد شعور الحريه لا يوصف استاذ رامي، لكن انا سالتك عن الاوضاع العقليه والصحيه والنفسيه لهؤلاء من خرج. يعني بعضهم غير متوافي، نقول بذلك. يعني بعضهم شاهدوا التعذيب وتعرضوا للتعذيب وشاهدوا اساليب تعذيب كثيره اكثر من التي كنا نوثقها. بعضهم خرج غير متوافي لا يعلم، يعني بعضهم قد يكون اضاع عقله ايضا. بعضهم كان عندما خرجوا من السجون لا يعلمون اين هم. طيب. واين يذهبون، يعني لا يعلمون المناطق التي هم فيها بالاساس. طيب. اعتقلوا في منطقه وخرجوا بمنطقه اخرى. انت تتواجد في بريطانيا الان، من خلال معلوماتك وتواصلك مع منظمات، بكل تاكيد هنالك منظمات انسانيه حقوقيه يعني تهتم بالجانب الانساني والصحي والعقلي لهؤلاء المساجين، وبالتالي هل لديك اي معلومات ما اذا كانت هنالك منظمات بريطانية وأنت تتواجد في بريطانيا ستحاول الذهاب إلى سوريا ربما لمساعدة من خرج من هؤلاء من المعتقلين؟ بشكل قطعي منظمات أوروبية بريطانية أمريكية ومنظمات من شرق آسيا ستعمل على مساعدة السوريين في القريب العاجل، وليس إعلاميا بل على أرض الواقع، وهي سابقا ساعدت السوريين الذين كانوا في دول الجوار على التشافي من ما لاقوه من تعذيب في معتقلات نظام بشار الأسد البائد والذي يجب أن يحاكم قولا واحدا. طيب، ما الذي نعرفه عن محمد الشرع الذي رشحه أحمد الشرع اليوم؟ محمد البشير. محمد البشير لا هو يعلمه من جماعة حكومة الإنقاذ، ولكن بالنهاية هذا اختيارهم وهو لمرحلة مؤقتة، وسوريا القادمة ستكون جميلة وسيكون هناك انتخابات ديمقراطية، فلتأتي بمن تأتي. بالنهاية سوريا الآن غير سوريا 54 عام خلت من تاريخ أسود نشاهده الآن بهذه المعتقلات. من مدينة كوفنتري البريطانية كان معنا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك أستاذ رامي.